شكون واضحة معك مثل هذا السؤال؟ أنا شخصيا ما تنبغيش نجاوب عليه. هناك سلطة معنوية مورست على السيدة، هي السلطة المعنوية تتمثل في استغلال الدين من أجل استمالة تلك السيدة، هذه كافية لأنها تكون عنوانا للتجار بالبشر. الرضا غير الرضا، أنا لم أكن في ذلك المكان، أنا اللي عندي هو أين يكمن التجار بالبشر، هو استغلال السلطة معنوية من أجل استمالة تلك النساء أو استمالة تلك الضحايا. وأنا لا زعما ما تنقولش كاين الضحايا نساء، راه ممكن يكونوا ضحايا أطفال، ومن تكون حالات اغتصاب أخرى، حالات استغلال جنسي للأطفال، استغلال جنسي لواحد المجموعة ديال الناس، واستغلال سميتو الأمراض ديال الناس، استغلالهم ماديا. ما معنى واحد يجي تيقول أنا بغيت غادي نعالجك من السرطان، من مرض السرطان، والعلم والطب مازال خدام تيطور العلاج ديال السرطان بشكل آخر، ويجي ويقول لك أجي عندي غادي نعالجك منه، وتيمشيو المغاربة والمغربيات بعض منهم تيمشيو تيدير الصف امام تلك المراكز حتى 3 الصباح حتى 4 الصباح باش يدخل عنده يقول له في الاخر خذ شويه ديال البصله وخذ شويه. ما هذا الشيء راه ما كاينش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.